إيه عثمان القلجاوي من البلد القديمة باب حطة. إيه أنا عايش مع 4 5 أطفال، أصغر بنت عندي عمرها سنة. إيه عندي غرفة صغيرة وحمام ومطبخ كتير صغار، والوضع بالبلد من ناحية الاحتلال بضايق كتير علينا بالسكن، فيش محلات نسكن فيها يعني، لا نقدر نروح على العزرية. إذا بنروح على العزرية بيقولوا لنا بلحقنا التأمين الوطني، إذا بنروح على الرام بلحقنا التأمين الوطني. يعني إحنا شعب يعني الله يكون بعونه مشتت، مش بس أنا، حالي زي حال كل الناس، الله يكون بعون الناس يا رب. قررت إني أبني غرفة صغيرة اللي هي عبارة عن 30 متر كلها. أجوا البلدية وصوروا الدار وسووا لي محكمة، توجهت للمحكمة، اللي بالمحكمة 4 سنين تقريبا. بالآخر كانت آخر جلسة قبل حوالي شهرين، قالوا لي بدنا نخالفك 50,000 شيكل وخلال سنة إذا بتطلعش ترخيص بنهد لك الدار. هلا أنا عارف إنه مش راح يعطوني ترخيص يعني زي غيري، لأني شفت كتير حالات زي هاي بالبلد القديم، وبما إنه إحنا مقدسيين وشعب واحد أكيد زي ما أنا بدي أطلع بالتلفزيون وأشوف، أكيد شفت أنا قبل هذا الإشي شفت ناس كتير صار معها أشياء زي هاي ما كانوا يعطوهم ترخيص. فقررت إني أهد في إيدي وما يخلفوني 50,000 شيكل، لأنه 50,000 شيكل مبلغ وبعد فترة بدهم يهدولي مش راح يعطوني ترخيص. وحكمت المحكمة إني أهد بيتي في إيدي، وأنا الآن عمالي بهد بالبيت في إيدي، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نيتي بدون ترخيص، لأنه أول إشي الحكومة الإسرائيلية ما بتعطي حدا ترخيص، ثاني إشي البيت عندي صغير، أنا مع 5 أنفار، صعب جدا إنه تعيشي بمسافة غرفة 4 ب5 متر. أنا قريب على السور بالبلد القديمة، هم يعني كانوا معنيين فيه كتير لأني أنا كتير قريب على السور، ومش معنيين إني أنا أبني وأوسع.